استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصخير هذا اليوم الدكتور الشيخ محمد طاهر بن الشيخ سليمان المدني، يرافقه عدد من المشايخ حيث قدموا إلى جلالته خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويوفقه لما فيه خير وصلاح البلاد، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها بالتقدم والازدهار. وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، مقدرا رعاه الله دور علماء الدين الأفاضل في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين والتوعية بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة البناءة والدعوة إلى التسامح ونبذ الخلاف بما يعزز أواصر المحبة والتكافل بين الجميع.